طب على وقع المخاوف من هذا الغزو الروسي المحتمل، بدأ جيش أوكرانيا خطة للدفاع المدني تتضمن برنامجا تدريبيا عسكريا للمدنيين. هل المسلمون ضمن هذا التدريب؟ يعني هل المسلمون اليوم أو مجموعة من المسلمين في أوكرانيا سيدخلون ضمن التدريب العسكري كمقاومة للغزو الروسي المحتمل سيد عرفوف؟ طبعا أكثر من ذلك، يعني هناك أعداد من المسلمين مواطنين أوكران هم أصلا يشاركون في الجيش، هم موجودين في الجيش رسمي، هم جنود والضباط، ولهم إنجازات ولهم مكانة مؤثرة، وهم الآن موجودين أصلا على الجبهات. ليس قضية أن هناك مواطنين يتدربون، بل هناك يعني كتائب ومجموعات أكثر بكثير من نسبة مسلمين كمواطنين. نعم. يعني نسبة مسلمين كذا، ولكن نسبة مسلمين مشاركين في الجيش الرسمي وهم على الجبهات أضعاف نسبة كمواطنين، يعني كمواطنين من بين الأوكران. جميل. فهم الجبهات ويقومون بدورهم كمواطنين في الدفاع عن السيادة. لكن فيما يتعلق بهذه النقطة، هي فكرة المقاومة الشعبية، الدفاع عن القرى والبلدات طبعاً الصغيرة طبعاً والمدن وكذا. وأنا أعرف الأعداد كبيرة من الجمهور المسلمين هم مشاركين في هذه التدريبات، وكثير منهم متطوعين في أمور ليس عسكرية، ولكن متطوعين كدعم الدعم المادي أو معنوي. نعم. هناك أئمة كابيلان، يسمون كابيلان، يعني هم هناك مثلا عند المسيحيين واليهود عندهم رجال الدين في الجيش. نعم. هم يعني يعني اعضاء الجيش، فلذلك هناك ائمه رسميين في الجيش الذين يخدمون خدمات دينيه للمسلمين الجنود.